السلام عليكم. محاضرتنا الحالية هي حول كوميرشال اي ام برودكاست ترانسميتر. ايش نقصد بالكوميرشال؟ نقصد هي التجارية، يعني المرسلات التجارية، وبالضبط راح ناخذ الاي ام برودكاست ترانسميتر اللي هي المرسلات الاي ام. طبعا مرسلات الاي ام متوفرة عندنا وحاليا موجودة، مثل ما تلاحظون احنا بكل سيارة اكو راديو بي 2 بانز اي ام واف ام. فراح نحكي على الترانسميتر الاي ام وراح نحكي على الريسيفر الاي ام. طبعا هنا عندنا الكوميرشال اي ام برودكاست ترانسميتر، اول ملاحظة عليه عندنا التي اكس سينس او الدبل سايد باند لارج كارير، وهنا يكون عندي المودريشن اندكس شبيه لازم اقل من واحد، وذي يونيك فريكونسي وذي يونيك كارير فريكونسي، يعني راح يكون هذا المرسل هو بتردد واحد، الكارير فريكونسي تردد واحد، ويكون عندي المودريشن اندكس اقل من واحد. كارير فريكونسي ار اسايند فروم 10 كي اسايند ات 10 كيلو هرتز، هذا كل حزب كل قناه كل مرسله عندها 10 كيلو هرتز باند ويث، والقنوات تبدي من 540 الى 1600. هسه اذا نقسم هذا نقدر نطلع عدد، عندنا عدد قنوات بالحزمه الايام. هسه اذا واحد منكم يروح بالسياره وشغل راديو ايام راح يبدي عده السيرش من 540 لل 1600 كيلو هرتز. طبعا نجي على بالبدايه على الريسيفر. نعرف احنا الترانسميتر هو عباره عن ملتبلاير زائد شنو بعدين ادر نجمع بيه الكوسين اوميجا سيتي، معروف مال الترانسميتر واخذناه نفس الترانسميتر. بس راح نجي على الريسيفرز اللي هي كوميرشال ريسيفرز. اولا هو ليزر ريسيفر، اخذنا البلوك دياجرام مالته سميناه ريكتفاير ديتكتر، هذا هو ريكتفاير ديتكتر ريسيفر. عندي هنا تيون سيركت تستلم الاشاره المستلمه، هذا تيونر اللي هو ال سي، ويكون التردد مال تيونينج ماله متزامن ويا تردد الكارير اللي حامل الاشاره، ويشتغل از باند باس فلتر حتى يسوي لي فلتر الاشاره المستلمه، يعبر لي بس اشاره واحده، وهذا هو راح ياخذ الانفلوب يطلع لي اياه هنا بالاوتبوت. طبعا هذا ابسط انواع الريسيفر، ونقدر نسوي بليد وجدا بسيط وسهل. هذا هو نوعيه الدايود جرمانيوم، هذا هو لغرض تحسين السموث مال الانفلوب مال الاشاره اللي مسوي لها ريكتيفيكيشن. شنو خواص هذا الايزي ريسيفر؟ بي ادفانتج وديز ادفانتج، هو سمبل اند لو كوست، يعني ما يكلف كله ما يكلف 1 دولار. الديز ادفانتج مالته سنسيتيفيتي مالته قليله، ليش؟ يعني ما بي امبليفيكيشن بالار اف، يعني الاشاره الضعيفه ما يستلمها، والسنسيتيفيتي مالته قليله بسبب الباد فلترنج، يعني هذا الفلتر هو مو اكتف فلتر هنا لا هنا ولا هنا، فيكون عندي مالته سنسيتيفيتي جدا قليل. نرجع للنوعية الثانية اللي هو تيوند راديو فريكونسي ريسيفر. اللي تيوند راديو فريكونسي هنا أنا عندي راح هذا نحسنه، هو الايزي ريسيفر راح نحسنه. شو نسوي؟ نجيب اوديو امبليفاير نخليه بعد الديموديليتر، وبالار اف نخلي شنو تيوند ار اف امبليفايرز، قد نستخدم واحد وقد نستخدم اثنين وقد نستخدم ثلاثة، بس هو اللي مستخدم ثلاثة. حتى شنو واحد الحساسيه مالته سنسيتيفيتي تكون مالته جدا عاليه وتيونبل، هذا تيونبل اقدر اغير الباند مالته، اقدر استخدم اي محطه اريد. هذا اللي عندنا بالاكزامبل هو بي ادفانتج، ادفانتج مالت امبليفايرز ويك راديو فريكونسي، ليش؟ يعني عندي 3 ستيج راديو امبليفايرز تكون عندي هاي سنسيتيفيتي. This advantage مالته not all stage always change at the same time unless the bandwidth of each stage increase, this is reducing selectivity and sensitivity. هنا هاي الثري tuned radio frequency amplifiers لازم شو تسوي؟ تكون bandwidth مالتها جدا قليل، ليش؟ حتى يقدر يستلم بس الاشاره اللي هي selected، حتى من نسوي لها demodulation بالديموديليتر هذا ما تدخل الاشاره الثانيه، فتكون هاي جدا نحصل بانه هذا نفس الكاركترستيك مال هذا ونفس الكاركترستيك مال هذا، ويتغيرون كلهم بنفس الطريقه، يعني on the same time at the same frequency. فيسبب لي مشاكل، اولا لازم اعرض الحزمه مالتهم حتى اقدر من يصير عندي تغيير واحد يقدر يطابق ويا الثاني. فهنا راح تقلل شنو؟ تقل مالته السنسيتيفيتي والسلكتيفيتي. سلكتيفيتي هو انتخابية الإشارة، والسنسيتيفيتي هو الإشارة الضعيفة أقدر أكبرها وأستلمها. عندي تو تيرمز بي،
فاثنين هن هنا شنو اذا عرضت الباندوث مال ذني الار اف امبليفايرز اللي هو تيوند راديو فريكونسي امبليفاير راح شنو ريديوسينج سيلكتيفيتي اسيستنج. نجي على النوعيه الاخرى اللي هو السوبر هيترو داي ريسيفر. هذا السوبر هيترو داي ريسيفر راح ناخذ البلوك دايجرام وشرح لكم بالفيديو القادم لانه شويه شرحه يطول. السوبر هيترو داي ريسيفر طبعا هو ريسيفرز الموجود عندنا مستخدم كل اجهزه الريسيفرز اللي موجوده اي ام اف ام خصوصا الكوميرشال التجاري اللي هو عباره عن انت ناوي يستلم هنا راديو فريكونسي امبليفاير، لكن هذا راديو فريكونسي امبليفاير تيونبل يعني اقدر اغير تردد مالته. وبعدين هنا أنا عندي هذا السكشن نسميه انترميديت فريكونسي سكشن، هو يشتغل على تردد واحد ما يشتغل على حزب من الترددات. فهنا انا يعني من اغير استلم اشاره لازم شو اسوي؟ اسوي ميكسينج يامن ويا لوكال اوسيليتر. هو تردد شنو نسميه؟ تردد محلي. هذا تردد المحلي اللوكال هو اهم متغير يامن ويا التيونبل، حتى شو يطلع لي هنا ورا المكسر يطلع لي تردد واحد ثابت. يعني انا من غيرت الكارير فريكونسي راح اغير اللوكر بنفس المقدار حتى المزج مالتهم الميكسينج يعطيني شنو؟ يعطيني تردد ثابت. هذا اللوكال اسليتر قد يكون اكبر من الكارير وقد يكون اقل من الكارير، هنا مخلين زائد ناقص باحتمالين. بس احنا بالسيستم الواحد يا اما ناخذ البوزيتيف او النيجاتيف، فاحنا ماخذين هنا تو بروبابيلتيز. قد يكون هذا السيستم يشتغل اف كارير زائد اف اي اف، قد يشتغل اف كارير ماينس اف اي اف. هاي المرحله منا لهنا نسميه انترميديت فريكونسي، مرحله التردد المتوسط. هذا التردد المتوسط هو شنو؟ هو راح يكون عندي اقدر اسيطر على الامبليفيكيشن تردد واحد، سهل التصميم، رخيص، متوفر، اقدر ابدله لانه راح يكون كوميرشال انتاجه، مو كيفك راح تجي تصممه. وهذا التيوند راديو فريكونسي امبليفاير تقدر تسوي له تيونينج وتختار الاشاره المحمله من 540 الى 1600 كيلو هرتز. هذا هو البلوك دايجرام يحفظ عباره عن راديو فريكونسي امبليفاير تيونبل، لوكال اوسيليتر تيونبل، هنا ملتبليكيشن وباند باس فلتر. هذا الملتبلاير هذا المكسر هو عباره عن ملتبلاير زائد شنو؟ زائد باند باس فلتر. وهنا عندي وراء الاي اف امبليفاير نسميه انترميديت فريكونسي امبليفاير، عندي ديموديليتر وعندي اوديو امبليفاير. راح يكون اللوكال اوسيليتر هو اف كارير زائد ناقص اف اي اف. هذا زائد ناقص راح نجي نحكي عليه شوية الاخر. لو نجي على عمل المكسر، طبعا هو المين ورك هو للمكسر وايضا للتيونبل راديو فريكونسي امبليفاير والتيونبل لوكال اوسيليتر. الانكومينج مودريتد سيجنال وذ كارير فريكونسي راح تجيني اشاره مستلمه بتردد اف كارير ترانسليتد تو ا نيو سنتر فريكونسي كولد انترميديت فريكونسي اللي هي هاي اف اي اف ترانسليتد. يعني سوينا حولنا هذا التردد اللي يجي منا الى تردد اف اي اف. سوينا هنا راح نضرب من نضرب شيء يجمع ويطرح التردد. يعني هنا ترانسليت انترميديت فريكونسي اللي هو اف اي اف. هذا اذا نجي على الاي ام الباند هو من ال 455 المن الى العفو الانترميديت فريكونسي بالاي ام سيستم هو 455 كيلو هرتز نسميه ميديوم ويف. وعندي بالاف ام ريسيفرز هو 10.7 ميجا هرتز، هاي ستاندرد القيم. وبالتي في 44 ميجا هرتز. يعني حتى بالسيستم التي في اللي هو الارسال التلفزيوني الكوميرشال نستخدم السوبر هيترو داي ريسيفر. شو تتم هاي العملية؟ عملية تحويل للاف اي اف. خلينا ناخذ عملية الاي ام سيستم باي ملتبلاينج ذا انكومينج مودريتد سيجنال باي فاريبل لوكال اوسيليتر. هذا اللوكال اوسيليتر كل ما يجيني كارير اكو مقابله شنو؟ اف لوكال، فراح يكون هو اف كارير يا اما زاد او ناقص. اذا خلينا ناخذ اكزامبل هو شنو؟ هو عند الاي ام ستيشن هي 600 كيلو هرتز المستلمه از ديزايند اند اف لوكال اوسيليتر اوبريتس. راح ناخذ الاف لوكال هو اف كارير زائد اف اي اف ابوف ذا انكومينج فريكونسي. راح يكون عندي اللوكال فريكونسي لازم 600 زائد 455 زائد الاف اي اف. هذا الاف اي اف 455 نجمع ويا الكارير يعطيني شنو؟ يعطيني تردد اللوكال اوسيليتر. راح يكون اللوكال اوسيليتر 1055. راح نسوي لهم ميكسنج يعني عمليه ملتبليكيشن من نضرب لان الاشارتين راح يجمع ويطرح بالتردد. فراح هنا راح يطرح لي لان اللوكال اعلى من الكارير، راح يطرح لي اللوكال من الكارير. ايش قد الباقي؟ الباقي 455.
يعني هذا 1055 ناقص 600 راح يعطيني 455، وراح يعطيني ايضا الملتبليكيشن راح يعطيني الجمع، بس باند باس فلتر راح ناخذ بس هذا، فالامبليفاير راح يكبر لي هذا ويخمد لي هذا، يطلع لي 455 كيلو هرتز. زين ذا انكومنج فريكوانسيز ترانسليت تو نيو انترميديت فريكوانسي. شنو الادفانتج مالته؟ ادفانتج مالته هو الامبليفيكيشن امبليفاير از بيرفورمد ات فيكسد فريكوانسي regardless the station selection. شنو فيكسد فريكوانسي اللي اقصد به هنا؟ انا راح يصير عندي هنا أنا هذا يشتغل على فيكسد فريكوانسي كل في يعني تقريبا نص الجهاز، وهذا شيء ممتاز. بالاضافه لانه هذا ما اقدر اقول عليه شبه فيكس، لان انا غير بيدي اذا اخذت على تردد واحد. وشنو هو نارو باند امبليفاير ار اف امبليفاير. الديس ادفانتج نخليه مالته على المحاضره الجايه، الديس ادفانتج اللي هي هاي خليه على الفيديو الجاي. تحياتي.